تاكسي طائر للحج. الخطوط السعودية أخذت خطوة جديدة، الهدف منها إن هي تسهل عملية نقل الحجاج والمعتمرين في موسم الحج والعمرة، وهي إنها توفر لهم تاكسي طائر كوسيلة مواصلات جديدة بتنقل الركاب من مطار الملك عبد العزيز في جدة لفنادق مكة. تعالوا نعرفكم أكتر بالتاكسي الطائر. أول حاجة هيكون من نوع ليليوم، ودي من أوائل المركبات الجوية عمودية الإقلاع والهبوط. تاني حاجة انه بيشتغل بالكامل بالطاقة الكهربائية، وطبعا ده بيخليه صديق للبيئة. واكيد واهم حاجة انه هيختصر زمن الرحلات الجوية، لانه هيقطع المسافة بمعدل 250 كيلومتر بس في الساعة. طب تفتكروا ايه هي فوائد التاكسي الطائر؟ طبعا انه هيسهل عملية نقل الحجاج والمعتمرين. تاني حاجة هيقلل الازدحام في الطرق، وبالتالي هيوفر وقت ومجهود. الخطوة دي بتيجي ضمن جهود المملكة لتعزيز قطاع النقل الجوي ودعم التكنولوجيا الحديثة في مجال النقل. ايه رأيكم في التجربة دي؟ تفتكروا هتخلي الحج اسهل واسرع من الاول؟ وهل متحمسين تجربوه ولا لا؟ سيبونا رأيكم في الكومنتات.